عارف يا دنوفة اللي مصبرني عليك ايه؟ حبك ليا. لو هتومك دماغك العالية حبيبي قلبي. امسك قشطة. انا عايز النهارده تبقى فضيحه بجلاجل، مش عايز اي هبل. ما تقلقش سعادتك خالص يا باشا، اعتبر جلاجل واقف لهم على باب العماره، انا محضر كبسه فوق النمره واحد. انا عايز علاقه بسيوني بانجي تتدمر النهارده. اعتبرها اتفشخرت. قول لي يا حمزه، ده مكان جديد بتضربوا فيه ولا ايه؟ يا عم انا ما اعرفش اي حاجه، كل الموضوع ان طارق قال لي هات بسيوني عشان اعمل لكم مفاجاه بس. يا سلام بقى لو المفاجاه دي الاقي رشدي اباظه كده في الرجل الثاني وبيلف لي معاك. يا عم ايه الافلام لابد دروس اللي انت عايش فيها دي؟ يلا بينا. اه ماش ايه الا خرج. هو ده ينفع؟ هو حمزه ما قالكش ان انا اعمل لك مفاجاه ولا ايه؟ وانا جابني غير ان في مفاجاه يا جماله. هروقك النهارده. امسك. ما انا حاسس ايه صباع كونه ده. ماشي يلا. ايه مالك انت؟ ولا حاجه. انا مستغرب ليه كده؟ انا مش متفائل. خليك تقيل. اختم الحجر. قشطه فايزه. اي ميس يو. يا عيني يا فايزه اما تبقي عايزه. صباح يا مباركه نوسه. بقولك ايه، العريس بتاع النهارده اسمه بسيوني، عايزه يتدلع احلى دلع عشان ده متوسع عليه من فوق. دلع يا هو عندك. شفت بقى؟ ادي بقى حبيبي. صباح الفل يا عسل. ايه وكاله من غير بوابه ولا ايه؟ ليه بس؟ انتوا مين بالظبط؟ جاي لك عن طريق نوفل الحبيبه. ياما جابوا الغراب لامه يا اخويا. مين ده؟ ولا فاهم حاجه بس شكله جامد قوي. انتوا ايه بالظبط؟ افنديه ولا كرنهات ولا مريشين ولا ايه الوضع؟ المهم هنروقك. روقني؟ اه يا عم احنا داخلين المطار في ايه؟ خليك في حالك يا جدع انت. اللي معاه كاميرا فيديو سلمها في الامانات، كاميرا فوتوغرافيا تسلم في الامانات. لو في لب ابيض يا عم انت خليك في حالك. يا عم حاضر. بقولك ايه، انا مش مستريح لك. طيب واللي معاه موبايل كمان يقفله. ممكن اعمله فايبريشن؟ مش ناقصه هز يا اخويا، مش ناقصه هز. طبعا نوفل فهمكم عن النظام بتاعنا. ايه يا ساعه زمن واحده بس؟ اعمل فيها ايه الساعه دي؟ يا جدع انت مش ناقصك تخش الاوضه ما تطلعش غير بعد ساعه، اللي يتعب يريح في الاستراحه. مفهوم؟ مفهوم. ما تحطيش رز كتير بيلعبط الدنيا. كفايه بقى فوزيه وتعالي. انا مش فاهم انت تعبه نفسك ليه؟ هو انا غريب؟ في ايه يا نجد؟ في ايه مستعجل عليه؟ لا اصل علشان ورايا مواعيد الصبح بدري. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك. إيه اللي جابك هنا يا بنت أنت؟ وإيه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان. بحبك يا ابني. بحبك بحبك بحبك. روحي يا بنتي العبي قدام بيك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار أسود مبسوطة. إيه ده؟ أنت عندك واحدة ضوة؟ أنت بتخوني يا عزمي. وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدة؟ لا يا حبيبتي مفيش، ده بتاع الانابيب. كويس، خليه يغير انبوبه السخان. ما تنفعش يا حبيبتي، دي انبوبه منفسه. اوعى انفجر في وشك. روحي انفجري هناك بعيد عننا. غوري ترمبيطه دخل عليا. بقول لك غوري ايش؟ بقول لك يا طارق، لازم تقول لي انت ناوي على ايه بالظبط. مالك يا حمزه بتتغيرت كده ليه؟ انا عايزك النهارده تسيب لي نفسك خالص. ده ايه؟ هو في موزه بتلغيك ولا ايه؟ موزه ايه يا عم؟ دي ماتت قبل كده 3 مرات. مش هتطلب لي حاجه؟ ايه؟ اطلب لي حاجه بقى. واحد بيره للمرحومه. يا ست اهدي، انا جيت هنا غلط. امال انت جاي ليه؟ جاي اخد درس. سيبك بقى من الدروس الخصوصيه، ده انا المنهج. بص بقى، انا هخلص لك المكرر كله في ساعه زمن. اه انا فهمت. الساعه ساعه واحده بره. الله يحرقك يا طارق، وانا اللي كنت فاكر هخلص على القضيه. شوفي انا هديكي 50 جنيه كده بيني وبينك يعني، بس عايزك اما تخرجي بره سياح بقى وزغرق تقولي عرباجي كان معايا في العشاء. قطيت ولا الغنى يا وقت؟ ده انا شكلي هقطعك فجأة في العشة اللي احنا فيها دي. قطعني حتة حتة ورميني لأي قطة. انا كنت بحب ستة، دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونة. مجنونة انت. انت صعبت عليا وانت بتعملي كده. والله ابوكي مجنون وامك مجنونه واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقه. لا بقول لك ايه، اخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس انا بحب الانحراف واخده غوايه.
مش زي ما انت فاكر. يا شيخ على رايك ان بعد الظن اسم وانا اللي كنت فاكر. يا فجر السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ايش تكبر؟ الزفه وصلت والفرح فرحنا. انت في الخلعون وانا في النفخون. كابتن اسمع اسمك انت حتى ركب موبايلك. شيخ خد هنا الشبكه بنفسك. طب وبسيوني هنسيبه؟ لازم نسيبه. ما ينفعش. يلا عفوا 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 يلا حازم حازم اوعى تفهمني غلط فوزية. أظن أنت كده جاهزة بقى ومفيش حاجة عايزة غنى. عايزك تصحصحي معايا بقى. اوعي تنامي. تليفون ولا هتردي؟ كأننا عايزين نقول لك كأننا متنا. متنا ايه؟ لا لا رد على التليفون اللي يكون حاجة مهمة. رد. الو مين؟ حازم عاوز ايه يا زفت؟ اتفضلي يا ست اديني غيرت له الكالون جاري في التليفون. نعم بتقول مين؟ بسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضية دعارة؟ الله يخرب بيتك ده انت غبي 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 غبي. فوزية يا حبيبتي. نعم يا حبيبي. انت طالق. نعم يا فندم سعادتك متحفظ عليك. اتفضل يا فندم. هو فين؟ رغم انه دفعتي يا فندم سعادتك وانت عارف ان الدفعه بتحن لكن الواجب يحتم عليا يا فندم. هو فين يا فندم؟ البدله البيضه هتفضل طهره طول ما سعادتك في الخدمه. هو فين؟ هو مين يا فندم سعادتك؟ نعم يا فندم بسيوني. بسيوني جوه يا فندم. اتفضل. البدله البيضه كانت هتتلوث يا فندم ولحقتها. اتفضل يا باشا اتصرف معاه بنفسك سعادتك. هو فين انت؟ هو فين؟ كنت متحفظ عليه هنا يا فندم. متحفظ عليه فين يا عبقري؟ في الاوضه دي؟ اوضه في الدور الارضي سقفها واطي ليها شباك متر في متر على الشارع ستايرها حمراء. هو انا مهندس ديكور يا فندم. انت ما تنفعش سمكري سيارات. ما انا قلت لسعادتك يا فندم انقلني من الاداب دي. انا ماليش في الاداب يا فندم. مش بعيد اجي ملفوف بملايه انا كمان. يا فندي افهم زميلك كان في مهمه رسميه. ايه وانت بوصي المهمه دي؟ ابقى قابلني لو امك بعد عيالك محدش في الوزاره ياخد خبر بالحكايه دي. يا فندم انقلني المطافي. مطافي ده تبوس ايدك لو وقفوك على مدفع رمضان. ما يجراش حاجه يا فندم. المهم ما بقاش في الشغلانه دي بالذات. انا تاكدت دلوقتي ان الغباء في العيله عندكم بالوراثه. يا فندم انت بالعيله دخلها ايه؟ يا فندم انا كنت رايح اكتشف المكان ما اعرفش ان في دعاره. وبعدين انا كان بيتهيألي ان الراجل الكبير يعني اللي بيديهم المخدرات هناك. بيتهيألك؟ حضرتك شغال في مباحث تهيؤات يا فندم؟ بسبب اللي انت عملته ده انا اضطريت اكشف كل اسرار المهمه للزفت اللي اسمه حازم. ايه اخر اخبار المهمه؟ معلوماتنا بتؤكد يا فندم ان الشله بتتردد على مكان اصحابه بيتاجروا في المخدرات. المكان ده عوامه وكله موجود هنا يا فندم في التقرير لسعادتك. في ايه تاني؟ مصادرنا بتؤكد ان اداره الجامعه بتطلع رحلات في اوقات غريبه جدا من السنه وجاري الاستعلام عنها يا فندم وبرده كله مع حضرتك هنا في التقرير. من غير التقرير ده اقبض على كل مصادرنا. نعم قصدي اطلع معاهم الرحله هالظابط وشوف ايه اللي بيحصل ووفيني بتقارير كافيه عن كل واحد في الرحله دي. تابعني اول باول. الحمد لله على السلامة. ثانيا لحد هنا والاتوبيس مش هيقدر يكمل علشان دي محمية طبيعية فهناخد شنطنا وهنكمل الحتة اللي فاضلة ماشي. طب حضرتك من غير حسيات كده الحتة اللي فاضلة دي حسبة كم كيلو كده؟ يعني 20-25 كيلو. يا ابويا دي القلة اللي اقرب يا عم. لا 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 عايزين نفضل لزاز مع بعضينا. يلا
قول لي يا بسيوني، انت ليه اناني وبتحب تاخد الحاجه اللي مش بتاعتك؟ انا عمري ما خدت حاجه مش بتاعتي، ما يمكن غيري هو اللي فاكرها بتاعته. انت شايف كده؟ ايه يا جماعه، هي مش اللعبه دي سؤال واحد ولا ايه؟ يا جماعه انتوا مالكوا سخنتوا على بعض كده ليه؟ احنا جايين اجازه بنمرح يعني. ها انجي خضتني يا حمزه. ايه؟ بصي بقى، انت بقالك كام يوم كده متغيره، مش انجي اللي احنا نعرفها بتاعت زمان. ممكن نعرف ايه السبب؟ السبب ان الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ما حسيتوش قبل كده، يعني تقدر تقول كده اخيرا لقيت الانسان اللي كميتي مظبطه معاه. قولي لي بقى يا مايا، انت كميتك متظبطه مع مين؟ انا انا بلا كيمياء. لما كنت في ثانويه عامه كانوا كل البنات بتحب وبتتحب، وكل الأولاد كانوا بيعاملوني على إني أخته، ولما روحت الجامعة برضو بيعاملوني على إني أخته. عارفين أنا نفسي في إيه؟ نفسي أحب، نفسي أتحب، نفسي أتخطف. ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انا ما نمتش اصلا. اصلا؟ انا كمان ما نمتش اصلا. ليه؟ يعني بفكر. في ايه؟ بفكر في واحدة. وانا كمان. بفكر في واحدة؟ بصيوني. طب ما انا عارف. مش هعرفك. ايه اللي مش عرفت؟ انا بقول لك. لا بجد، انت قايم بدري ليه؟ مش عارف يعني، ما جاليش نوم، قلت أم اتمشى شوية كده. طب ممكن اتمشى معاك؟ احنا نطول يا باشا. عارف مية صعبانة عليا قوي، ازاي الانسان ممكن يعيش من غير حب؟ حب ده طلع اهم حاجة في الحياة، ويا سلام لو كان حقيقي. بسيوني تحبيني يا بسيوني؟ تحبيني يا بسيوني؟ انا بحبك من قبل ما اعرفك اصلا. اصلا بس حبيتك اكتر لما اتغيرت يا انجي.